ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين على واحد السلوك كيديروا بعض الناس. كيمشيو للمسجد وكيديروا ربعة ديال السجادات وكيحطوهم، واللي جا كيقول لي هذه بلاصة عامرة، هذه ديال خالي، هذه ديال عمي، ها هو جاي. واش هذا السلوك صحيح أو خطأ؟ غنشوفوا مع المواطنين أشنو غيقولوا لنا على هذا السلوك. أجوا معايا. فئة للأسف الشديد هذا ملاحظ ونلمس نعاينه في كل رمضان وحتى في خارج رمضان. يأتون بالسجادات، خمس سجادات، ست سجادات، يأتي هو مبكر ثم يضع سجادات لإخوته وأصدقائه بيوت الله، فهم ضيوف عند الرحمن، وأن يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى. فليس من الأخلاق في شيء ولا من السنة في شيء أن يأتي هؤلاء بسجاداتهم، خمس سجادات أو ست سجادات، فيضعونها في الصف الأول بالإضافة إلى سجادته هو، وهؤلاء غائبون لا يأتون إلا عند إقامة صلاة العشاء أو عند إقامة صلاة أو عند صلاة التراويح، وهذا ليس من الأخلاق في شيء. الإخوة يأتون مبكرين فتأخذ هذه الأماكن إلى أناس يتهاونون ويأتون يعني متأخرين ويأخذون أماكن لأناس آخرين أتوا مبكرين، فهم لهم الأسبقية ولهم الحق. فإذا لم نكن نعدل في الصف الأول فكيف نعدل في أحكام الله التي أنزلها الله في القرآن؟ هذاك ماشي معقول بحال هكاك. يدي الصلاية ديالو يحط صلايته، واللي عنده شي صلاية راه يديها معاه. هادشي اللي كنعرفو حنا، ماشي يدي ربعة صلايات ويشد لنا قنت في الجامع. راه كاين واحد النوع راه كيفرق رجليه كاع ولا كيسرح رجليه، حتى لو بغيتي عاد ريح حداه ما تلقاش أخوك حدا واحد شوية وكا كيقول لك لا راه عامرة. حتى في الجامع ولا يقولوا عامرة ودي مع ربعة صلايات لا حشومة. ماشي هادشي في الإسلام كاع. واش مثلا أنا واحد ناعس ودي أنا الصلاية نفرشها تما كون نخلي واحد اللي مسكين جاي موجود باغي يصلي يلقى الصلاية مفرشة حشومة؟ لا ودي مع ربعة الصلايات خمسة لا ماشي معقول. وراه تايا هادشي راه ولا تايا باك صاحبي ولا كاين لك يشد لك جوج صفوف ثلاثة تا هما يدي يمشيو هما ثلاثة ولا أربعة كيشدوا يديروا واحد خمسة زرابي لواحد. خويا هذوك الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذوك الناس ما عرفتش الناس شنو ذاك الهدف ديالهم اللي كيجيب زربية حطها هنا، هذه حطها هنا، هذه حطها لصاحبو، هذه كيبغيوهم يكونوا في الأمام إلى آخره. ما فهمنا والو فهمتي. شحال كيصلي بالنية ديالو بالقلب ديالو يصلي مع راسو فهمتي. بدا شفنا الظاهرة دي بزاف صاحبي، بنادم شنو الهدف ديالو من ديك الزربية حطها هنا الزربية هنا. ديك الملك العام ملك العام ولا ما عرفت كيف كيقولوا شنو الجامع تيولي فيه بحال داك الشكل راه شوف مالي سير كيصلي خصو يكون عنده ايمان. شتي دار هذاك الشيء تافه فهمتي. ديال فلان هادي الواحد فلان هو باقي ناعس تدير حط ليه زربية. الانسان اللي كيجي في الوقت ديالو يجي يريح في البلاصه هي هذيك. هادشي حتى شي تافه فهمتي بكل صراحه. هاد الماشي اللي كيعملوا بنادم الله يهديه وصافي في هاد الدعوات بكل صراحه. هذاك بيت الله فهمتي اللي جا هو الاول خصو يريح بكل صراحه فهمتي. سير بوك صاحبي نشد هذا بلاصه ولا هادي حنا نكونوا في الامام. هادي لا اله الا الله محمد رسول الله.